دكتور محمد فرج النصار القانوني لنقابة المهندسين الفرعية بالاسكندرية. احنا دلوقتي امام وضع قانوني للارض نادي المهندسين، وانا مصر على انها ارض نادي المهندسين، الذي صدر بها تخصيص من السيد المستشار اللواء عبد السلام المحجوب لنادي المهندسين في 2005، والكلام ده بالمستندات وليس بالكلام. هوري حضرتك دلوقتي جواب صادر من المحافظ اللواء عبد السلام المحجوب بان الارض دي ارض نادي المهندسين، والتوسعات الصادرة فيها لنادي المهندسين في الفقرة اللي في نهاية هذا التقرير بتقول ان لقد تكبد نادي المهندسين نتيجة لهذه التوسعات، توسعات البحر، خسائر كبيرة، الامر الذي دفعنا الى اجراء توسعات افقية من الناحية الغربية اضافة الى المساحة الحالية لنادي المهندسين، والتي قمنا بالموافقة عليها سابقا، حيث سيتم تعديل حاجز الامواج نتيجة لهذه الاعمال. اذا ده اعتراف رسمي من السيد اللواء عبد السلام المحجوب بان في توسعات لنادي المهندسين، استعاضة عن الاجزاء التي استقطعت خارج وفي توسعة البحر. تمام. النقطة الاخرى، انا عندي هنا تصريح من حرس الحدود بيقول ان الشاطئ شاطئ نادي المهندسين، احنا ما بنفتريش وما بنألفش، ده ورق اهو لو حضرتك تحب تصوره، بيقول فيه ان في اعمال ستتم في شاطئ نادي المهندسين. اذا ده اعتراف اخر من الدولة بذلك. السادة القائمين على العمل في نادي قضاة مجلس الدولة بيقولوا ان ما معناش اوراق، وهم معاهم قرار، القرار اللي معاهم ده قرار معيب لانه صدر بعد موافقة اللواء عبد السلام المحجوب على توسعة نادي المهندسين. اذا احنا امام مغالطة واضحة وصريحة، امام مغالطة قانونية ومغالطة اعلامية ومغالطة لجميع الجهات. احنا بنقر حاجة مش على الارض، النادي المهندسين الدولة ما صحيتش امبارح ولقت ان نادي المهندسين بنى الكلام ده. نادي المهندسين مبني من سنة 2002 على وضعه الحالي، لم يتم تغيير فيه شيء قيد انملة. فبالتالي لابد ان احنا نوصل الموضوع بشكل حيادي، اللي معاه ورق يعرضه. احنا قدمنا طلب بإحالة النزاع من امام مجلس الدولة استشعارا منا للحرج واحتراما منا لمجلس الدولة، وقلنا ان النزاع ده لازم يظهر في يروح التحكيم في محكمة استئناف القاهرة، تحدد لنا دائرة التحكيم عشان نقدر نبدي دفوعنا اللي احنا شايفين انها واقعية وقوية وقانونية، وان شاء الله هترد ارض نادي المهندسين اللي هي لازالت معانا، هتردها لنا باذن الله في اقرب وقت. قوي يا فندم، احنا موقفنا على الارض بالورق، احنا ما جيناش خلسة من الدولة. امبارح بنينا نادي المهندسين، نادي المهندسين مبني من سنة 2002 اثناء توسعات البحر، وهناك موافقات صدرت من اللواء عبد السلام محجوب. طب انا عايز اقول حاجة بسيطة، السادة القضاة في بيانهم قالوا ان هم قدموا طلب لتخصيص قطعة ارض في شهر 5/2005. طيب هو ليه اللواء عبد السلام محجوب ما ادهمش قرار تخصيص على الارض دي؟ ليه؟ طب ليه اللواء عادل لبيب بعديه لما جه، لما هما طلبوا برضه ما رضاش يديهم قرار، لم يصدر قرار تخصيص الا اثناء وجود الاخوان، لان كان في مذكره صدرت من الاداره القانونيه في المحافظه بان لا جدوى من التخصيص في تلك المنطقه نظرا للتعديلات اللي طرقت عليها بعد توسعه البحر. الاخوان هم من اصدروا القرار، اصدره المحافظ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الاخواني المستشار محمد عطا عباس، تمام، ونائبه الاخواني حسن البرنس. فبالتالي احنا امام مخطط لتصدير مشكلة للدولة في هذا التوقيت، هذا التوقيت الحرج اللي فيه انتخابات المجلس النواب على ابواب، فهم بيستغلوا الوضع ده في انهم يضغطوا على الدولة بالوضع ده. احنا ايه الداعي من اثارة المشكلة دلوقتي؟ ضغط على الدولة، وبالتالي الإخوان لازالوا بيضغطوا على الدولة، ومخططات الإخوان لازالت بتضغط على الدولة بس.